كل شيء تغير في هذه الورشة، وأصبح خط إنتاجها مختلفاً تماماً. فمن ورشة كانت تعمل على تزيين أسقف المنازل والديكور، تحول الإنتاج هنا إلى صناعة الأقنعة البلاستيكية التي تستعمل من قبل الأطباء داخل غرف العزل الصحي، فكرة هي الأولى من نوعها في الجزائر في ظل النقص الكبير لهذه الأقنعة واستمرار الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا. شفنا يعني النموذج هذايا نتاع القناع هكذا، كي شفنا ما بلناش يعني حاجة اللي ما نقدروش نخدموها، رحنا للورشة درنا تصميم نتاع هكذا، درنا تصميم جاونا المحسنين رحبوا كامل بالفكرة، ما صبناش مشاكل، خدمنا هذا مع شباب متطوع منهم طالبة. لم يتلقى هؤلاء أي تدريب على هذا العمل، هذه الأيدي كانت تشتغل سابقاً وتتقاضى أجراً، واليوم تشتغل بوقت مضاعف وتركيز أكبر من غير أن تتلقى أجراً على هذا العمل، فالخوف من الفيروس القاتل ولد روح التعاون. إحنا خلينا كلش وجينا نطوعوا لأجل الأطباء اللي راهم في المستشفيات، اللي قاليهم في القطاع اللي راهم في الواجهة تاع المدفع تاع فيروس كورونا. رانا احنا نخدموا هذه الأقنعة، رانا متعاونين، نخدموا ساعات في النهار وساعات في الليل، نخدموا أزيد من 150 قناع. الشكل النهائي يشبه إلى حد كبير القناع البلاستيكية المستوردة، قناع لم تكن الجزائر من قبل بحاجة كبيرة إليها، واليوم بعد شح الاستيراد أصبحت هذه الورشات الصغيرة تلبي طلبات أكبر للمستشفيات. يوميا تسجل الجزائر ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا، وباء وضع الطواقم الطبية في الجبهة الأمامية لمواجهته، ما دفع المواطن إلى التضامن معها والمساهمة في دعمها سواء معنويا أو حتى عملياً. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.